ونفع الله بك يا إبراهيم ابن سعيد. ما فتنة الممات؟ فتنة الممات أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفتنة المحيا والممات قيل إنها عند سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والله أعلم. وقيل هي أنه الشخص عند الموت قد يفتن ويتخبطه الشيطان عند الموت. كالأشهر أن فتنة الممات فتنة القبر سؤال الملكين، والله أعلم.